السلام عليكم حبايبي الشطار، عاملين ايه؟ في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن البيبيز لايف سايكل. ايه رايكم بقى نعرف كده او نتعرف اكتر عن بيبي ثانيين؟ تيجوا كده نعرف البيبي بيرد ايه هي اللايف سايكل بتاعته. يلا كده نتعرف عليه. البيبي بيردز، تعالوا نقرا الستوري مع بعض. At my home I can see another baby. في بيتي انا شايف بيبي جديد. These babies are living in a nest. البيبيز دي بتعيش فين يا أولاد؟ ركزوا معايا. In a nest. They are birds. هم طيور. يبقى هي كده بتعرفنا إن أنا بتكلم عن البيبي bird. يلا نكمل مع بعض الستوري. Yesterday there were three eggs. امبارح كان في ثلاث بيضات. عندها ثلاث بيضات كده في النست أو العش بتاع البيبيز. Now I can see three new baby birds. دلوقتي أنا شايفة تلات إيه بقى؟ تلات طيور لسه babies كده جايين. I can see the mother. أنا شايفة الأم taking care of the babies. بتخلي بالها. taking care يعني بتخلي بالها. She brings the babies food. بتجيب لهم الإيه؟ الأكل بتاعهم. When they cry. لما بيعيطوا. She sits on them. بتقعد كده جنبهم وعليهم وتضمهم to keep them warm. يعني بتضمهم كده عشان تخليهم دافيين. I can't wait. أنا مش قادرة أستنى to watch the baby birds grow up. أشوفهم لما يكبروا. دي كده القصة بتاعتنا. تعالوا كده نجمع مع بعض إيه هي بقى الـ life cycle of baby birds. يلا نشوف. بتبتدي بإيه يا أولاد؟ بتبدأ بإيه؟ بعدين الايج ده بيحصل له هاتشنج، يعني بيفقس ويبقى فيه ايه؟ بيبي بيرد. وبعدين بيبقى عندي ادلت بيبي. طيب تعالوا كده نعرف معلومه لطيفه. بيردز فروم ليفينج اورجانيزمز، يعني الطيور يا اولاد من الكائنات الحيه. اند ات جروز اند ريبروديوس، يعني بتكبر وكمان بيزيد عددها وعندها بيبيز. يلا كده نكمل مع بعض نشوف كده البيرد لايف سايكل كمان مره. قولوا معايا، بيبدأ بإيه يا أولاد؟ starts with egg. يلا قول ورايا. بعدين baby bird. بيكون عندي baby bird. يلا قول ورايا بسرعة. وبعد شوية البيبي بيرد بيكبر بيكبر أكبر. وبعدين بيبقى adult bird، يعني طائر كبير أو bird كبير. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. الحلقة الجاية هنحل exercises كتيرة عن baby bird's life cycle. اوعى تفوتوها. مع السلامة.